السلام عليكم. تحية تربوية جميع الأساتذة والأستاذات وجميع متتبعي قناة رياضيات لجميع المستويات. إذا في هذا الفيديو الجديد سأتحدث عن شبكة تقويم تعلمات الوحدة رقم 4، يعني الأسبوع رقم 5 في الوحدة 4 من كتاب الرياضيات، من كتاب مادة الرياضيات. وكذلك سأشير إلى المستجد، في واحد المستجد يعني شي تغييرات وقعت في الكتاب المدرسي ديال المتعلم. ربما اغلب الاساتذه ليس يعني ما عندهمش درايه بهذا المستجد والمتغير في التدرج الافقي لدروس الاعداد الصحيحه الطبيعيه، يعني في بعض الدروس. اذا قبل ما نبدا المرجو الضغط على زر صابوني قصد الاشتراك في القناه. نشير الى انشطه التقويم والدعم، يعني اللي كتكون في الوحده 5، كتكون عندنا في الاسبوع 5 عفوا، من الوحده رقم 4. إذا حنا خدينا كنموذج وغادي نشرحوا شبكة تقويم تعلمات الوحدة. يعني شبكة تقويم شنو كيكون فيها؟ كتكون فيها التعلمات ديال الوحدة، يعني الكفايات الأساسية اللي تعرفنا عليها في خلال الوحدة. ومن بين الكفايات هذو هو تعرف الأعداد من 11 إلى 20 وتوظيفها تسمية وكتابة رقمية، إذا أنه يكون عارف الأعداد من 0 إلى من 11 إلى 20، ثم أنه يكتبها كتابة يعني رقمية 11 12 13، ثم التسمية كذلك أنه يكتبها حتى بالحروف. ثم هنا كنشوف أن المتعلم هل تمكن من هذه الكفاية أم لا، يعني خلال في الأسبوع 5. يعني إذا كان متمكن كنكتبه مكتسب، كان غير متمكن كنكتبه يعني هنا في طوري التمكن، ثم غير متمكن كنكتبه غير مكتسب. هنا الطبقة جيم. هنا هذه المعايير. اذا ثم كاين الهدف او الكفايه الاساسيه الاخرى، هي مقارنه الاعداد من 11 الى 20 وترتيبها بدون رموز، ثم باستعمال الرموز، يعني استعمال رمز اكبر رمز اس رمز اكبر رمز اصغر رمز تساوي، ثم تعرف بعض المجسمات وبعض الاشكال الهندسيه. اذا المجسمات راه معروفه كتكون عندها ثلاث الابعاد، والاشكال الهندسيه راه هي المثلث والمستطيل والمربع. اذا ثم تعرف التقنيه الاعتياديه للجمع بدون احتفاظ وتوظيفها. هنا كان في الوحده 4 راه كنوصلوا التقنيه الاعتياديه بالنسبه للجمع، ما كيكونش فيها الاحتفاظ وكيكون التوظيف ديالها. وهنا حتى التقنية الاعتيادية ديال الجمع كتكون غير في الأعداد في البداية، بين الأعداد من 0 إلى 20. هنا هذه هي التقنية الاعتيادية في البداية، لأن تغيير الكتاب، يعني الكتاب القديم ديال الطبعة ديال 2019 كان فيها حالات أخرى، يعني ما بداوش التقنية الاعتيادية، بداوها من 0 حتى الاعداد يعني من 11 حتى 30. هذا هو المستجد اللي فيه، هو ان هنا كاين داروا تعرف الاعداد من 11 الى 20، بالنسبه للطبعه 2019 داروا فيها من 11 الى 30، ثم تعرف الاعداد من 30 او من 31 الى او من 30 الى 51، ثم من 51 الى 99. اذا بالنسبه لهنا انه كنحطوا مثلا الا كان متعلم كنعطيو التمرين في نفس الوقت، كنخدموا معاه التمرين ملي كنخدموا جماعه القسم التمرين، وكنمشيو كنحطوا هذه الاشاره هذه، هل هو مكتسب يعني حسب الانجاز الجواب ديال المتعلم. الا جاوبنا مزيان كنديروا ان هذا الهدف مكتسب، ما جاوبش على التمرين كنديروا انه في طور مكتسب، يعني حسب التمرين نصف جواب، يعني الا كان هنا في طور الاكتساب. الا كان غير مكتسب يعني غادي نحطوا ليه مثلا ما عرفش انه يدير هذا الرمز هذا، قار لنا الاعداد مثلا فين هو الاصغر الاكبر الى غير ذلك، اذا غادي نديروه غير مكتسب، غادي نحطوه مثلا هنايا. الى تعرف بعض المجسمات وبعض الاشكال الهندسيه، هنا كنحطوا التصنيف، يعني كنعطوا بعض الاشكال انه يصنفها الى اشكال فين هو العدد الاضلاع، يعني حساب عدد الاضلاع الى غير ذلك. ثم بالنسبه لتعرف التقنيه الاعتياديه ديال الجمع، كذلك كنحطوا مجموعه من العمليات، يعني عمليه عموديه اللي كي التقنيه الاعتياديه مثلا 20 زائد، كنحطوا مثلا 20 زائد 3 او مثلا 12 زائد 4 الى غادي، لان هنا من 0 الى، اذا غنديروا مثلا 12 زائد 3، اذا غادي يدينا هذه العمليه 2 زائد 3 5، 1 زائد 0 1. ثم كنشوفوا انه واش الهدف مكتسب او في طور الاكتساب او غير مكتسب. اذا كان في طور الاكتساب كنديروا مثلا وكنحطوا يعني تفي المتعلم. اذا بهذه الشبكه، هذه شبكه تقويم التعلمات، يعني نقوم بتفي المتعلمين، العدد ديال المتعلمين اللي غير متمكنين من الاهداف او من الكفايات الاساسيه، ثم نحددوا هاد الدروس هادو والعدد ديال المتعلمين، ثم نقوم ب يعني العمل على تكوين مجموعات
تكونوا مجموعات ونعاودوا نديروا أنشطة في الدرس اللي فيه هذا المشكل، اللي هو اللي فيه يعني أغلب المتعلمين غير متمكنين مثلا من هذه الكفاءة الأساسية. إذا ما نشوفوا واحد التدرج الأفقي فقط للأعداد الصحية الطبيعية في المستوى الأول. المستويات الأخرى أعتقد أنه ليس هناك تغيير، فقط بالنسبة للمستوى الأول كان هناك الأعداد، يعني تقديم الأعداد من 1 إلى 4، قراءة وكتابة وتسمية وتمثيل، يعني أنه يقرأها ويكتبها ويمثلها، يدير لها تمثيل. يعني التمثيل هو أنه مثلا إلا قلنا مثلنا العدد 4 يدير لنا مثلا 4 ديال الإشارات بحال هكا، هذا تمثيل العدد 4. ثم يعني نشوفوا طريقة التمثيل، يعني سهلة أنه يدير لنا مثلا واحد الإطار بحال هكا، ويدير لنا هنا العدد 4، وهنا مثلا رسمنا 4 ديال الدوائر أو الأقراص ولا 4 ديال التفاحات. هذا تمثيل العدد 4، تمثيل العدد 4 4. إذا فيما يخص قلت التدرج كنبداو بالأعداد من 1 إلى 4، ثم كنديروا مقارنة وترتيب من 1 إلى 4 باستعمال الرمز دائما، رمز أصغر أو أكبر أو تساوي. ثم كنمشيو إلى الأعداد من 5 إلى 9، ثم مقارنة الأعداد من 1 إلى 9، ثم العددان 0 و10، يعني هما اللي كيبقاو. ثم كنمشيو مقارنة وترتيب من 0 إلى 10، يعني باستعمال دائما الرموز. الأعداد من 11 إلى 20، هذا هو المتغير الجديد يعني المستجد، قراءة وكتابة وتمثيل. ثم كنمشيو من 21 إلى 50، ثم كنمشيو من 51 إلى 99، إذا هنا ولات فيه 3 ديال الدروس. ثم كنمشيو لمقارنة الأعداد من 0 إلى 99 وترتيبها. هذا هو المستجد بالنسبة للمستوى الأول، يعني بين الطبعة ديال 2019 والطبعة ديال 2020. إذا في باقي المواد يعني أو المستويات عفوا، يعني كاين تعرف العدد، ملي كنمشيو لمستوى 6 مباشرة كنلقاو العدد 100، تعرف على العدد 100 قراءة وكتابة وتمثيل، يعني أن هنا ما كنشوفوش العدد 100 في المستوى الأول. ثم تعرف الأعداد من 101 إلى 999، يعني 1000 قل 1، قراءة وكتابة وتمثيل. ثم مقارنة الأعداد من 0 إلى 999، يعني في الثالث كنوقفو هنا، كنوقفو في 1000، 1000 قل 1 يعني 1000، واستحسن انك تعطيه 1000 يعني في المستوى الثاني. والى غير بالنسبه للمستوى الثالث راه كيمشيو من الاعداد 0 إلى 9999، يعني 10000. ثم كنمشيو لمقارنه الاعداد كذلك في هذا يعني الاعداد كامله اللي كنخدمها في المستوى الثالث حتى 9999. المستوى الرابع ان نكمل هذا التدرج كامل، الاعداد فيه من 0 إلى 99000، يعني هنا كنوصل 100000. ثم كنمشيو حتى كنوصلو ل 999999، يعني مليون. ثم المستوى الخامس الاعداد الصحيحة، المال الملايين والملايير، قراءة وكتابة وتفكيك. ثم يعني مقارنة كذلك. المستوى السادس راه فيه الاعداد الصحيحة الطبيعية بما فيها الملايين والملايير والترسيخ وتعميق، يعني كنديروا عمليات اللي هي معقدة في هذه الاعداد. وشكرا على تتبعكم، وما تنسوش تضغط على زر صابوني خاصة بالاشتراك في القناة. شكرا.